بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهاردة عن الانتي بارازيتكس، الأدوية المضادة للطفيليات، وبتتقسم إلى انترنال واكسترنال على حسب وجود البارازايت. المجموعة الأولى اللي هتكلم عليها هي الانترنال انتي بارازيتكس، بنقسمها إلى مجموعتين، انسليمنتك وانتي بروتوزوال دراج. الانسليمنتك الأدوية المضادة للديدان بتتقسم على حسب أنواع الديدان إلى أنتي نيماتودز، الأدوية المضادة للديدان الأسطوانية اللي هي الراوند ويرم. الأنتيسيستود الأدوية المضادة للتاب ويرم، الديدان الشريطية. الأنتي تريماتودز الأدوية المضادة للديدان المفلطحة الفلوكس. والمجموعة الثانية الأنتي بروتوزوال دراج، إما بلاد بروتوزوال دراج، الأدوية المضادة للأوليات الدموية أو الأدوية المضادة ل الاوليات اللي بتيجي في الانسجه تيشو بروتوزوال دراج. في البدايه المفروض ان انا في الاول قبل ما نبدا في الادويه المضاده للطفيليات الانسلمنتك نعرف ايه الكاركتر اللي المفروض تبقى موجوده في الايديال انسلمنتك دراج. لازم اول حاجه يكون ليه سيلكتيف توكسيستي، وهي الاختياريه للسميه، بمعنى ان يبقى فيري توكسيك للبارازايت ولكن سيف with no danger effect على الهوست تيشو. الحاجه الثانيه يبقى ليه وايد سبيكتروم اكتيفيتي، يعني ضد مجموعه كبيره من البارازايت مش نوع معين او محدد بذاته. لازم كمان ما يكونش فيه منه ريزيستنس للبارازايت، لازم يبقى اكونوميك علشان يقدر المربي انه يستخدمه في التريتمنت لكل الحيوانات، وكمان يقدر يستخدمه كبروفلاكتيك كوقايه. سهل في الابلاي، ما يكونش ليه امبليزنت اودر، سهل في الاكسكريشن وسريع، وكمان ما يكونش فيه تيشو ريزيديو عشان ما ياثرش على الملك او الميت او اي برودكشن للانيمال. ما يكونش فيه اي انترفيرنس للهوست اميونيتي. الحاجه الاخيره لازم يبقى ليه وايد ثيرابيوتيك اندكس عشان درجه الامان. قبل ما نبدا برضو في مصطلحين مهمين جدا هيتلخص فيهم الاكشن بتاع الدواء، اما ان هو هيشتغل فيرميسايتس وبالتالي هو هيعمل على كل للورم هتخرج في الستول ميتة، او فيرميفيوج وده معناه ان هيعمل باراليسيس بس للدودة وهتخرج حية في الستول. نبدأ نتكلم على اول حاجة في الانترنال، هي الانترنال ايه بارازايت والانتي نيماتودز. رقم واحد هتكلم عن نيكوتين سلفيت، ده بيشتغل ازاي؟ انهبيتنج للنيكوتينك ريسبتور اللي موجوده في النيوروماسكولار جانكشن للدوده، وهينتج عنه ماسكولار باراليسيس شلل. ليه؟ نتيجه البريزيستنت ديبولاريزيشن اللي حصلت في جسم الدوده، شلل لجسم الدوده. في نفس التوقيت النيكوتين سلفيت اللي خده الحيوان عشان يتخلص فيه من الدودة دي هيعمل فيه ايه؟ هيزود الموتيليتي بتاعت الجي اي تي. فالنتيجة هتكون ايه؟ زيادة الموتيليتي للجي اي تي بتاع الهوست مع الباراليسز اللي حصل للورم هيسهل الاكسبالشن بتاعها لايف في الستول، وبالتالي هذا الدواء يعتبر فيرمي فيوج اكتف. ضد ايه؟ افكتف التأثير بتاعه ضد أي نوع من أنواع النيماتود، ضد الأسكارس وضد الترايكوسترونجيلاس سبيشيز في الروميننت. في ملاحظة عايزين نقولها، إن كل الدراج عندي هيهمني فيه الميكانيزم أوف أكشن بتاعه إيه وهيكون إفكتف ضد إيه. السانتونين ده مثال تاني للناتشرال الكالويد أنتي نيماتود، هيشتغل بميكانيزم تاني. أهم كلمة فيه هي الإريتيشن اللي بيعملها، بيعمل irritation في الانتستينال ميكوزا، والنتيجة بتكون سهولة الاكسبالشن اوف بارازايت اوتسايد البادي، وبرضو بيكون لايف، يعني يعتبر برضو فيرميفيوج افكتف ضد الاسكارس اللي موجودة في الدب والكلب. نبدأ بقى بالمجموعات السينسيتك، المجموعات المصنعة من الانتينيماتود. رقم واحد هو البيبرازين، معروفة جدا باسم املاح البيبرازين، سواء كانت بيبرازين اسيتيت، بيبرازين سيتريت، بيبرازين فوسفيت. الميكانيزم اوف اكشن ان البيبرازين ليها كورير لايك اكشن على النيماتود في الجي اي تي. ازاي؟ انها هتعمل انتاجونايزنج الاسيتايل كولين اللي موجود في المصل بتاع البارازايت، هتضاد بتاثير الاسيتايل كولين في عضلات الدوده ما ينتج عنه فلاسيد باراليسيس. فلاسيد
بارالز الشلل الارتخائي، وبالتالي مع البريستاليتيك موفمنت مع الحركة الدودية للأمعاء في الهوست هيسهل الاكسبالشن بتاع الدودة. في الغالب البيبرازين ما بتكفيش جرعة واحدة، لازم يبقى فيه تجريعات متتالية بينها وبين بعضها وقت، على سبيل المثال ممكن يبقى من أسبوعين ل3 أسابيع، ويستخدم في علاج الأسكاريدس في الدوج، أسكاريدس وإكزيوريدس في الهورس، والأسكاريديا والكابيلاريا في البولتري. تاني مجموعة عندي في الأنتي نيماتود هنتكلم عليها داي إيثايل كربامازين، داي إيثايل كربامازين سيتريت أو بنسميه البانو سيد. ده أحد الديريفاتيف، أحد مشتقات البيبرازين، يعني زيه بالظبط في ميكانيزم أوف أكشن، ولكن يزيد عليه السيرابيوتيك يوزس. هنا بيبقى ضد كمان المايكروفيلاريا، الاسكارياسيس في الدوج والكات، وكمان اللانج ويرم اللي اسمها الدكتي كولاس فيفي بيروس اللي بتيجي في الدكتي كولاس فيفي بيروس اللي بتيجي في الشي والكتل. تالت مجموعة مهمة جدا ومعروفة على مستوى الماركت كله اللي هي البنزيميدازولز، ودي مجموعة انتي بارازيتك. البنزيميدازولز مجموعة كبيرة جدا، انا هختار منها بس لحضراتكم يعني كالزاء يعني بالنسبة لكم مطالبين بيه 3 انواع بس من عيلة البنزيميدازولز. رقم واحد، قبل ما اتكلم في الانواع عايزين نشوف ان في جنرال ميكانيزم اوف اكشن كده للمجموعه، في جنرال ميكانيزم اوف اكشن وفي بعض النقط هحدد فيها حاجات محدده في الميكانيزم اوف اكشن بتاعها. الجنرال ميكانيزم اوف اكشن بيقول ايه؟ ان عائله البنزيميدازولز دي لما بتخش الخليه بتتحول الى ميثايل بنزيميدازول. الميثايل بنزيميدازول ده افكتيف، هو ده المادة الفعالة اللي هتعمل ايه؟ دي جينيريتيف شينج في الانتستاينال سيل للبارازيتك نيماتود. الحاجة التانية، هو ما يعتبرش انتي بارازيتك يعني بيقتل الادلت ويرم بس، لا ده احنا هنعتبره لارفي سايدل، يعني كمان يقضي على لارفي. هيقضي على لارفي ازاي؟ عن طريق ان هو هيقلل الايج برودكشن. في بقى عيب واحد وكونترا انديكيشن مهم، ان ما ينفعش ان انا اديه لاي برينجننت انيمال، كونترا انديكيشن ممنوع منعا باتا. ليه؟ لانه بيعمل تتراتوجينيك افكت. نبدا باول واحد من الانواع اللي احنا قلنا هناخدها، الصايا بندازول. صايا بندازول ده زي ما احنا قلنا انسلمنتك ولارفيسايدل، افكتيف ضد ايه؟ الاسترونجليديا عيله الاسترونجيلاس كلها، الاسكاريديا عيله الاسكارس كلها، الترايكنيليديا عيله الترايكنيلا كلها، في الشيب والجوت والهورس. كمان بيعالج الجي اي تي نيماتود زي الهيمونكس والاستروتاجيا والترايسترونجيلاس سبيشيز. مش كده وبس، الثايابندازول يعتبر 3 في 1، انسليمنتك ده رقم واحد، رقم اتنين انتي فانجل ضد النيزل اسبرجلوزس، رقم 3 انتي بكتيريال. يعني مش لما بيعالج بيه مش هيعالج البارازايت بس، لا ده كمان لو في اي عدوى بكتيريه او فانجاي ممكن كمان انه يقدر عليها. ملوش ريزيدوال اكتيفيتي، من الافضل ان انا اديه بصوره مستمره يعني كونتينوس لحد ما اخلص الجرعه، او ان احنا نديه بصوره ريبيتد دوز، جرعات متقطعه تبقى زي تجريعه كده كل 6 ويك، كل شهر ونص، خصوصا في السبرينج والسمر لان دي الفتره الاكثر للنشاط الطفيلي. التاني نوع انا هتكلم عليه وهو البانيكيور، معروف جدا في الماركت باسم البانيكيور او الفين بندازول. ده برضو برود سبيكترم انسليمنتك للطفيليات اللي بتيجي في الجي اي تي والبرونكيال نيماتود في كل الحيوانات تقريبا، ومن الافضل ان انا اديه في صوره 3 ايام متتاليه. النوع الثالث اللي انا قلت ان انا هاخده من العيله، من عيله مين؟ من العيله اللي انا بادئه فيها اللي هي البنزي ميدا زولز. بنزي ميدا زولز انا خدت منها الصايا بندازول والفين بندازول او هو الباناكيور، والتالت الالبندازول. الالبندازول كميكانيزم اوف اكشن قلنا بصفه عامه هيعمل ديجنريتيف شين. طيب ازاي ده هيحصل؟ الميكانيزم اوف اكشن الدقيق بقى بالنسبه للالبندازول هيتم ازاي؟ ان هيحصل بلوك للجلوكوز ابتيك، هتمنع امتصاص الجلوكوز لللارفا والادلت بارازايت.
الجسم الدودة ممتصش الجلوكوز، وبالتالي مش هتقدر ان هي تخلق جزيئات الاي تي بي. النتيجة الدودة ما عادتش قادرة تتحرك حتى، immobilization of البرازايت، وبالتالي هتقضي عليها. برود سبيكتروم انسليمنتك دراج ضد مين بقى؟ الكلمة دي مهمة قوي وما بنشوفهاش كتير، ان الاكتيفيتي بتاعته مش ضد الراوند ورم الديدان الاسوانيه بس، لا ده كل انواع الديدان الكبيره اللي ترى بالعين، والتاب ورم كمان والفلوكس. يعني المزايا بتاعه الالبندازول ان هو يقدر يقضي على الراوند ورم والتاب ورم والفلوكس، ولكن العيب بتاعه ان فيه وزرول تايم من 10 ل 14 يوم. يعني ايه وزرول تايم؟ فتره سحب. يعني ايه برضو؟ يعني انا بعد ما بدي الدواء بيفضل فيه ريزيديو في جسم الحيوان تستمر لمده من 10 ل 14 يوم. طب الريزيديو دي هتعمل ايه او خطورتها ايه؟ ان هي ما بتمكننيش من استخدام الملك او ذبح الحيوان او استخدام المنتجات بتاعته الانيمال برودكت للمده دي. الدوز بتاعته 5 مللي جرام لكل كيلو جرام في الشيب والهورس، ولكن بالنسبه للكتل بتزيد الجرعه بتبقى 7.5 مللي جرام لكل كيلو جرام. كده انا خلصت المجموعه دي، وهبدا في المجموعه الرابعه اسمها الاورجانو فوسفاتيز، او بنسميها اسم تاني اورجانو فوسفراس كومباوند، ودي تعتبر اصلا في الاصل بتستخدم كمبيدات حشريه، مبيدات لكل بقى انواع الحشرات او الطفيليات في الفيلد يعني. طيب هناخد منها مثال واحد، هاخد مثال الهالوكزون. الهالوكزون ده بيشتغل ازاي؟ بيشتغل ازاي؟ بيشتغل انه بيعمل انهبيتنج للكولين استريز انزيم، وبالتالي بيعوق النيورو ترانسميشن في جسم الدوده، بينتج عنه باراليسيس. افكتيف ضد ايه؟ ضد جي اي كينيماتود وبعض انواع اللارفي بس مش كلها. المايجريتنج لا، ما بيشتغلش عليها ولا على التاب ورم ولا على الفلوكس. السايد افكت بتاعته انه ممكن يسبب للحيوان سالايفيشن ودايريا، وده بيرجع نتيجه لانه هيسبب يعني ما اشبه يعني انه يزود الاستايل كولين بالنسبه للهوست. طيب خامس مجموعه مهمه، وهي مجموعه الايفرمكتينز، ودي بتشمل اربع حاجات لازم نبقى عارفينهم كويس: الايفرمكتين، ديورامكتين، ابامكتين، والموكسيدكتين. There are almost كلهم زي بعض في الاكشن. انا هاخد الايفرمكتين كمثال وابدا اشرح عليه. بنقول في الغالب ان الحيوانات اللي هي ليها سيمبل استومك زي الهرس والدج مثلا، من الافضل ان طبعا او درجه الابسوربشن بتاعته من الاستومك بتبقى 95%، لذلك ممكن عادي ادي اورلي. لكن مثلا حيوانات زي الرومنانت، الكاتل، الشيب، الجود، درجه الامتصاص 30%، يبقى مش مفضل ان انا ادي اورلي، هدي ايه؟ سبقت. طيب من ضمن المزايا الرائعه للايفرمكتين ان جرعه واحده ممكن تغطي حمايه للحيوان لفتره تصل الى 4 ويك يعني شهر، ولكن الوزرول تايم بتاعه في الكاتل 35 يوم. ومن ضمن الحاجات ان ما ينفعش ان انا استخدمه في اللاكتيتنج انيمال لانه بينزل في الملك. ازاي بيشتغل الايفرمكتين؟ دي حاجه مهمه. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه في النهايه هيأدي برضو البارازايت، بس ازاي؟ هيشتغل على الاسايكولين؟ لا. هيشتغل على النيكوتينيك ريسبتور؟ لا. امال الايفرمكتين بيشتغل ازاي؟ بيشتغل على النيرفس سيستم بتاع البارازايت. تمام. عن طريق ايه؟ عن طريق ان بيعمل استيميوليشن للريليز بتاع الجابا، جاما امينو بيوتريك اسيد، في البري سينابتيك نيرون. طب الجابا دي تعتبر ايه اصلا؟ تعتبر انهبيتور نيورو ترانسميتور. الانهبيتور نيورو ترانسميتور دي لما تبدا تنتقل في النيرون بتاع النيماتود هتسبب ايه؟ هتسبب انهبيشن للنيورو ترانسميشن، هتوقف عمليه التبادل بتاع السيال العصبي. طيب النتيجة هتكون ايه؟ هتكون باراليسيز ودس للور. طيب هو الدس حصل نتيجة ايه؟ لما استمر النيورو، لما استمر الخلل ده كان في نفس التوقيت في عملية اكستشينج بتتم ما بين الكلور والبوتاسيوم كبديل للصوديوم، نتج عنه ان قل الممبرين ريزيستنس، فحصل باراليسيز وادت الى الدس. وبنجد حاجه، بنقول ان الميكانيزم ده
كويس وكل حاجة لكل انواع الجي اي تي ويرم وبعض اللانج ويرم، ولكن مع الليفر فلوك والتاب ويرم الديدان الشريطية للأسف الميكانيزم ده ما بيمشيش، لأن الديدان دي ما بتتأثرش بميكانيزم الانهبيتنج نيورو ترانسميتر اللي اسمه جابا. اليوزس عندي للايفرمكتين مهمه، بس مهم اولا ان انا ابقى عارفه ان الجرعه واحده في كل الحيوانات اهي 2/10 مللي جرام لكل كيلو جرام، 2/10 مللي جرام لكل كيلو جرام. بديه ازاي؟ بديه اورالي. اورالي لمين؟ اورالي لمين في الغالب؟ اورالي للسمبل ستومك. يعني انا مثلا بالنسبه للرومينانت يفضل دي، لا يفضل ان هو يبقى سبقت مع كل الحيوانات، يفضل ان يبقى سبقت لسببين، علشان يزود الديوريشن بتاع الاكشن بتاعه، وعلشان اضمن انه ما يتاثرش ب اي حاجه في المعده، يبقى الابسوربشن بتاعه بنسبه 95%. في الرومينانت افكتيف، الايفرميكتينز افكتيف ضد كل الجي اي تي ورم واللونج ورم. الهورس افكتيف ضد الاستومك ورم والبوتس والسترونجيلاس والبين ورم والاسكاريدس. في الدوج افكتيف ضد الاسكاريدس والهوك ويرم واللونج ويرم والمايكروفيلاريا. مش كده وبس، الايفرميكتين من ضمن المزايا بتاعته ان كمان بيستخدموه في الايراديكيشن للاكتوبارازايت في كل السبيشيز. لما بيبقى في ناس عندها حيوانات بتربيها وتلاقي عليها من بره حاجه اسمها التك او الباجز او كل الطفيليات اللي انتوا درستوها في الباراسيتولوجي كاكسترنال بارازايت، بيجي الراجل صاحب الحالة اول علاج بيطلبه احسن حاجة يقول عايز الايفرمكتين الامريكي او الانجليزي. بياخد منه تقريبا بالنسبة على حسب وزن الحيوان، بيحسب الجرعة وبيتاخد منه ممكن يبقى يعني من جرعة 0.5 سنتي لواحد سنتي على حسب ما بنحسب الجرعة، 2/10 مللي جرام لكل كيلو جرام يكفي الحيوان. هاجي على المجموعه بقى رقم 6 من ضمن المجموعات اللي بتستخدم كانتي نيماتودز، هي بنسميها مجموعه النيكوتين لايك نيماتود او الاميدا زو ثايازولز. المثال ليها هو الليفا ميزول. الليفا ميزول اولا ده دواء بيستخدم في رومينانت والبيج، افكتيف ضد اللارفا والادلت الاثنين جي اي تي ولونج ويرم. بس الليفا ميزول عن اي دواء تاني انا هتكلم عليه في المجموعه دي ليه ميزه مميزه قوي، ان هو اميون ستيمولانت. اميونو ستيمولانت يعني هو تصنيف الليفا ميزول مش انتي بارازيتك بس، لا ده اميون ستيمولانت، دواء رافع للمناعه. السيرابيوتيك يوزز بتاعته ان انا ممكن استخدمه سلو ان الانيمال سبيش، يعني الاستخدامات الدوائيه كانتي بارازيتك لوحدها مش هي دي الاساس. يعني ايه؟ يعني انا بستخدمه في الحيوانات بس ما بيكونش الغرض الاساسي لاستخدامه انتي بارازيتك بس، ده اميونو ستيمولانت رقم واحد. هو كومبليتلي اكسكريتد من الجسم، معنى كده ان هو ما بيفضلش فتره الوزروه الكبيره، ولكن لو انا عايزه اضمن يعني كليرنس تايم في جسم الكات اللي لو كانت بتاخد ليفاميزول استنى عليها قبل الذبح 7 ايام. طيب الميكانيزم اوف اكشن بتاعه، بقول دواء رافع للمناعه، يبقى الميكانيزم اوف اكشن بتاعه لازم لما اجي اتكلم عليه هقسمه نصين. نص هتكلم فيه على الميكانيزم اوف اكشن على الهوست، والنص التاني الميكانيزم اوف اكشن على البارازايت. يعني عايز تقول ايه؟ نقول ان دواء ليفاميزول ده ليه 2 ميكانيزم اوف اكشن. الميكانيزم اوف اكشن بتاعه على الهوست هيكون اميونو ستيمولانت، والميكانيزم بتاعه على البارازايت هيكون انتي بارازيتك بيعمل باراليسيز. بس المره دي بقى نوع مختلف من الباراليسيز اسمه سبازيتك باراليسيز. تاني ميكانيزم اوف اكشن للليفاميزول، اول حاجه انا هتكلم على الميكانيزم اوف اكشن دلوقتي بالنسبه للهوست هيعمل ايه في خلايا الهوست. ميديوليت السيل ميديتد اميون، بمعنى انه هيرفع معدل خلايا التي سيل اللي هي الخلايا المناعيه اللي فيها نقص. ماشي. طيب مع الدوده بقى الميكانيزم هيكون ازاي؟ ان هو هيحفز الباراسمباثيك والسمباثيك جانجليا اللي موجوده في الورم. النتيجه هتكون ايه؟ بارازايت هيحصل انترفير مع النيرف ترانسميشن. انترفير يعني يعوق النيرف ترانسميشن، يعوق استمرار السيال العصبي.
ما ينتج عنه ماسكولار باراليسز، شلل عضلي. الشلل ده هسميه سبازيتك باراليسز، ويحصل رابيد اكسبالشن للورم. في ميكانيزم تاني كمان غير ان هو بيأثر على الجنجليا السمباستيك والباراسمباستيك، ان الليفر ميكانيزم كمان للدوده، ان هو بيعمل انترفير في النيماتود كربوهيدرات ميتابوليزم. النت افكت يعني التأثير النهائي بقى، التأثير النهائي لما بلاقي ان هو بيعمل سبازيتك باراليسيس وكمان بيأثر على الكربوهيدرات ميتابوليزم، فبنجد ان التأثير النهائي هو شلل في الدوده، وبنعتبره بنعتبر الافكت ده نيكوتين لايك اكشن. يبقى انا عندي، خلي بالكم ان في بعض الادويه، في ادويه عملت كورير لايك اكشن وادويه عملت نيكوتين لايك اكشن. الافكت يعني كاسم كمسمى نيكوتين لايك افكت، لانها عملت باراليسز وكمان عملت انترفير مع الكربوهيدرات ميتابوليزم، ولكن يزيد على المجموعتين دول ان بالنسبه لدواء الليفاميزول هو يعتبر اميون ستيمولانت بالنسبه للخلايا الهوست. استخداماته، بيستخدم في علاج او التخلص من الماتيور جي اي تي لانج، يعني جي اي تي ولانج ويرم. بيستخدم في علاج الميكروفلاريا والهارت ويرم في الدوج، وبيستخدم في البيج. طبعا البيج احنا ما بنهتمش بيه قوي يعني كحيوان، في العلاجات الحيوانات الاكثر وجودا في مصر الرومينانت. عايزه اتكلم على حاجه كمان، وهي الادفيرز افكت بتاعه، ان هو ليه لو سيفتي مارجن، بمعنى ان انا ما ينفعش افضل استخدمه برضو، درجه الامان فيه مش كبيره قوي، ان هو لو احنا استخدمنا فيه اكتر من اللازم يعني اوفر دوز ممكن يؤدي الى توكسيستي ويحصل كونفالجن ويحصل سي ان اس ديبريشن. الجرعه بتاعته زي ما احنا مش مهم حتى يعني، ممكن ماشي هنديها بس الجرعه بتاعت الحيوانات الشيب والكاتل والبيج 7.5 مللي جرام، في الدوج جرعه اصغر، في البولتري يعني بتبقى الجرعه اكبر كتير. بس خلينا احنا نتكلم بالنسبه للكاتل والشيب والجوت والبيج والدوج، كفايه قوي ان احنا نبقى عارفين بس جرعاته في الحيوانات الكبيره. الحاجه التانية في عندي ان بي بتقول لي ان انا لما بستخدم، احنا بنقول ان بيزيد التوكسيستي بتاعته، في بقى حاجه اسمها دراج انتر اكشن، ان لو انا استخدمت الليفاميزول واستخدمت معاه دواء من مجموعات النيكوتين لايك كومباوند، ده بيزود درجه التوكسيستي بتاعته، وممكن ينتج عنه صادن ديس، وفاه مفاجاه، لو انا استخدمت الليفاميزول مع الكلورامفينيكول، والكلورامفينيكول ده يعتبر انتي بيوتيك طبعا درستوه، فلو استخدمنا الاثنين مع بعض يحصل صادن ديس. تمام، نبدأ يعني خلاص كده ممكن احنا نكتفي بالمجموعة دي باللي اخدناه من المجموعات دي. ونبدأ نتكلم على الانتي سيستودز. الانتي سيستودز هو التاب ورم، الديدان الشريطية. كل الديدان الشريطيه ليها اندايركت لايف سايكل زي ما احنا عارفين طبعا، بمعنى ان هي بيبقى ليها حاجه اسمه انترميديت هوست، في الغالب بيبقى حشره او قوقعه او ايا كان. زي مثال عندي الاريكولين، اول دواء بستخدمه كدواء للديدان الشريطيه الاريكولين، باراسمباسو ميميتك، بمعنى ان هو كولينو ميميتك، بيبقى افكتيف على انواع محدده من الديدان اللي هي الشرطيه، بالاخص الايكاينوكوكاس جرانيلوزس وبعض الديدان الاخرى في الدوج. بيشتغل ازاي؟ يهمني الميكانيزم اوف اكشن بتاع الاريكولين كاول دواء اتكلمت هتكلم عليه كتاب علاج للتاب ورم، ان هو بيعمل برضو ماسكولار باراليسيس. ازاي؟ بيخلي الدوده تفقد الاتاتشمنت بتاعها مع الانتستاينال ميوكوزا، وبالتالي مع زياده الانتستاينال موتيليتي اللي بتحصل في الهوست بيحصل اكسبالشن تو الديتاتشد ورم. طيب استخداماته، التانية سبيشيز والإيكاينوكوكاس سبيشيز في الدوج، ولكن في الكات ما ينفعش استخدمه لانه بيعتبر توكسيك. ممكن ان انا اديه اورالي، ولكن بنحطه الاول مع الاكل طول الليل
وبعد كده اقدمه للحيوان. ومن ضمن السايد افكت او مش من ضمن الاكشن بتاعه اللي هو بيعمله بقى، ان وقت الاكسبالشن بيعمل سيفير بريجيشن، فبيخرج كل بقى الكونتنت بتاع الانتستين، والجرعه بتاعته 1 مللي جرام لكل كيلو جرام. تاني ماده ممكن نستخدم نتكلم عليها وهي داي كلورفين. داي كلورفين بقى او بنسميها التيناسين. التيناسين دي او الداي كلورفين، كل العيوب اللي قابلتنا قبل كده في الاريكولين ليها حل. اولا ان هو بيستخدم في علاج التاب ورم اللي موجوده في الدوج والكات، وفي الكاف وفي الكات اكثر افكتيفيتي. الحاجه التانيه انه يقدر يعمل ديتاتشمنت للتاب ورم من الجسم ويخلص الجسم منها وتنزل في الفيسز في خلال نص ساعه. النقطه الثالثه، مش محتاجه ان انا احط الدواء في الاكل طول الليل قبل ما اديه. النقطه الرابعه، ما بيعملش برجيشن يعني اسهال قوي جدا، لا ما بيحصلش الكلام ده منه، ولكن بنجد ان هو مش افكتيف ضد كل حاجه، يعني ان افكتيف بقى ضد الايكاينكوكس جرانيلوسس وضد الديبليديم كاناينم اللي بيجوا في الدم. هنتكلم على المجموعه الثالثه وهي البوناميدين هيدروكلورايد. ثالث مجموعه بتكلم عليها من مجموعات الانتي سيستودز، الادويه المضاده للديدان الشريطيه. في البوناميدين بقى عايزه اقول ان هي افكتيف ضد انواع مختلفه اللي انا قلت عليهم قبل كده مع الديكلور فين ما كانوش افكتيف، المره دي هيبقوا افكتيف هنا في المجموعه دي مع البوناميدين، بمعنى ان هي افكتيف ضد التينيا بيزي فورمس وضد الديبليديم كاناينم وضد الايكاينو كوكاس جرانيلوزاس في الدوج وضد التينيا هيداتي جينا في الكاتل، وافكتيف اجنست المونيزيا في اللام والريلاتينا سبيشيز في الشيكن. بنجد ان هي ممكن ان هي تشتغل عن طريق ان هي تعمل ديسربشن في الاوتر سكين، بيؤدي الى ديستربنس برضو في الجلوكوز انتيك، بينتج عنه ان يموت الدوده، وغالبا بيحصل انها بتخرج دايجستد قبل ما تخرج، بمعنى ان في النهايه ما بتشوفش دوده بقى، خلاص بتبقى دايجستد بقى، الدوده بتتحلل وبتتكسر ما بتخرجش وورم. يعني المجموعة الرابعة من الانتي سيستودز هي نيكلوزاميد، المانسونيل او اليوميزان، دي الاسماء التجارية. الميكانيزم اوف اكشن بتشتغل عن طريق ان هي بتعمل انهيبيشن لامتصاص الجلوكوز في جسم الورم، ما ينتج عنه اكوموليشن للاكتيك اسيد، بيؤدي الى الديس للورم. افكتيف ضد التينيا بيزي فورمس في الدوج والريلاتينا في الشيكن والبارامفيستومان في الرومنت، على الرغم من ان البارامفيستومان تعتبر تبع الفلوكس. فالدواء ده هنذكره تاني لما نيجي نتكلم على الادويه اللي بتشتغل ضد البارامفيستومان في الرومنت كانتي رومن فلوكس. بنقول ان من ضمن المزايا ان ما بنشوفش اي توكسيستي خالص خاصه بالنيكلوزاميد، وكمان اوبزرفت ان هو لو ابسوربشن ورابيد اكسكريشن، دي تعتبر كلها مزايا. نيجي على الدواء رقم 5 من المجموعه دي اللي هي الانتي سيستود اللي احنا بنسميه الريزورانتل. ده بيعتبر افكتيف ضد المونيزيا في الكاتل والشيب، واجنست برضو الرومن فلوكس اللي هي بما فيها البارامفستومن. بيشتغل ازاي؟ برضو بيعمل خلل في الجلوكوز ميتابوليزم. ازاي؟ عن طريق ان هو بيعمل امبيرنج في الفاينل ستيج في الجلوكوز ديجراديشن. ازاي بيعمل كده؟ عن طريق ان بيعمل بلوكينج للسنسز اوف الاي تي بي. يعني الميزه اللي احنا قلناها للريزورانتل المونيزيا وضد الرومن فلوكس. المجموعه الخامسه من الانتي سيستودز وهي البيثونول. بنجد ان هو بكتيريوستاتيك وانتي فانجل وانسليمنتك، برضو بيشتغل عن طريق ان هو بيعمل انترفيرنج للجلوكوز ميتابوليزم، بيستخدم مع الطيور في علاج الريلاتينا بجرعه 600 مللي جرام لكل كيلو جرام سنجل دوز، او بستخدمه مع الشيب والكاتل بجرعه 200 مللي جرام لكل كيلو جرام في علاج الرومن وارمز. المجموعه الاخيره من الانتي سيستول وهي البرازي كوينتيل كوانتل. البرازي كوانتل او بنسميه درونسيت
البرازي كوانتل او الدرونزيت انا هذكره تاني برضو وانا بتكلم على شيستو سوما. فاذا هو بيعالج كل انواع التاب ورم في الدوج والكات والشيكن، وكمان الشيستوسومياسيس في الهيومن، وافكتيف ضد معظم انواع الايكاينوكوكس، وده بيرجع لان هو بيقتل كل الانتستاينال فورم بتاعت البارازايت. ولكن هو مش افكتيف قوي ضد الايج، لذلك حتى بعد ما الدوده تموت بنجد ان احنا بنشوف الايج في الفيسز لفتره من الوقت. الدوز بتاعته 5 مللي جرام لكل كيلو جرام من البادي ويت. ندخل على المجموعه الثالثه من مجموعات الانثليمنتك، وهي الانتي تريماتودز، الادويه المضاده للديدان المفلتحه. ولما بنقول فلوكس طبعا رقم واحد بيجي في بالنا هو الليفر فلوكس، اللي هي الفشوله هيباتيكا، لانها مشهوره جدا في مصر، وبيعتبر الانترميديوت هوست بتاعها الماد سنيل، ده احنا بنسميها اللامنا ترانكتيولا. كمان بيتعمل اتنين فورم من الديزيز، اكيوت وكرونيك. الاكيوت والكرونيك الاتنين بيصيبوا الشيب، اما الكرونيك فورم بيصيب الكاتل بس. بنجد ان الاكيوت فورم ده بيحصل من بيسبب صدم ديس، وبيحصل من الاماتيور ليفر فلوك. اما بالنسبه للكرونيك فورم وده بيحصل من الادلت فلوك اللي بتبقى موجوده في البايل دكت. لما بنتكلم بقى على الفلوكس اللي موجوده في التريماتود، نجد ان احنا بنقسمهم لثلاث مجموعات اساسيه: ليفر فلوك وتشمل الفشوله هيباتيكا والفشوله جيجانتيكا، والجاسترو انتستاينال فلوك تشمل البرم في ستومم، والبلاد فلوك وتشمل الشيستو سومياسيس. نبدا اول حاجه بالفاشيولوسايتس، الادويه القاتله للفاشيوله. بنقسمهم طبعا لتقسيمتين، انا بس هاخدهم اسماء فقط: الاولد فاشيولياسيس لانها ما عادتش بتستخدم حاليا بسبب التوكسيستي بتاعتها، زي الكربون تترا كلورايد، ده اول دواء كان بيستخدم قديما لعلاج الفاشيوله، والتاني هو الهكسا كلورو ايثان. نيجي بقى على المجموعات الحديثه، ودي اللي هتبقى مهمه معايا برضو، مش هاخدهم كلهم، هاخد اهم ثلاثه تيسيرا يعني عليكم ان شاء الله. اول حاجه عندي في المودرن هو الهكسا كلوروفين، او بنسميه الفاشي كول. الهيستا كلوروفين، الهكسا كلوروفين المزايا بتاعته انه بيشتغل ضد الماتيور اكتر من الاماتيور، يعني معنى كده انه هيقضي اكتر على الدوده اللي موجوده في البايل داكت، لكن مش هيقدر يعمل حاجه للاماتيور لارفي اللي موجوده في الليفر برانكايما. لذلك لما باجي اتكلم على الهكساكلوروفين ببقى عارفه ان ده دواء الفاشيوله اللي بيقدر يشتغل على الماتيور ورم، على الادلت ورم، هايلي افكتيف ضد الماتيور ورم، لانه نتيجه لانها هو بيحصل له اكسكريشن في البايل، وبالتالي مور اكتيف ميتابولايت زان البيرنت دراج نفسه. وليه نارو ثيرابيوتيك رينج، يعني درجه الامان فيه مش عاليه، بمعنى ان انا ما اقدرش ادي اوفر دوز منه في استخدامه. المجموعة الثانية اللي هنقول عليها من ضمن مجموعات الفاشيولوسايتس، وهي النايترو نايتروكزينايل، او بنسميه الدوفينكس، مشهور جدا الدوفينكس برضو كعلاج للفاشيولوسايد، افكتيف ضد الماتيور ليفر فلوك وضد الجي اي تي راوند ورم في الرومينانت، وكمان افكتيف ضد الاماتيور فلوك، بس امتى؟ لما يتاخد بهاير دوز. ولكن احنا غير يعني ريكومندد، لا نوصي ان احنا نستخدمه بجرعه كبيره عشان يقضي على الاماتيور، كمان علشان درجه التوكسيستي اللي ممكن تحصل. هو افكتيف بالانجكشن، نتيجه لانه بيتاثر بالرومينال فلورا اللي بتحوله الى ان اكتيف ميتابولايت. الوزدرول تايم اللي هي فتره السحب للدواء من بعد اعطائه بتستمر ل 30 يوم، وفي خلال هذه الفتره طبعا ما اعرفش استخدم الانيمال برودكت. كمان مش مستحب ولا يستخدم في اللاكتيتنج انيمال عشان ما تنزلش الاكتيف برينسيبال دي في الميلك. الدوز بتاعته في الكاتل والشيب بتبقى 10 مللي جرام لكل كيلو جرام من البادي ويت، وفي الغالب طبعا احنا بنستخدمه حقن زي ما قلنا، بيبقى سب كات عشان سلو ابسوربشن. الدواء الثالث اللي انا هقوله في المجموعه دي، وهو النيكلوفولان، او بنسميه البيليفون، معروف باسم البيليفون يعني كاسم تجاري. ده افكتيف اول واحد اهو دلوقتي، النيكلوفولان ده اقول بالنسبه للفاشيوله ان هو افكتيف ضد الماتيور والاماتيور في الفاشيوله هيباتيكا، في الشيب والكاتل والبيك. ممكن استخدمه اورالي عادي جدا، ولكن يفضل طبعا ان احنا بندي سب كات افضل وانترا ماسكولار عشان نتجنب اي ان اكتيفيشن ممكن تحصل في الرومن.
ان الاكسكريت بتاعه ممكن يستمر في اللبن لمده من 5 ل 8 ايام، ودي تعتبر وذرول تايم، لذلك الفتره دي المفروض ما يتمش استخدام فيها الملك. نيجي بقى على الدواء ده، وده الدواء ده بعتبره دواء مثالي. مثالي بمعنى الكلمه الفاشي، الفاشي نكس، او اللي انا بسميه الترايكلابندازول. على فكرة الترايكلابندازول أو الفاشينكس هو يعتبر من عيلة البنزي ميدازولز اللي احنا قلناها في الأول، اللي كان منها الثايابندازول والفينبندازول والألبندازول، ده واحد منهم. بس ده فيه مزايا مهمة جدا خاصة بالفاشيول. أولا هو يعتبر من عيلة البنزي ميدازول زي ما أنا لسه قايلة لكم. الميزة الأولانية إن هو يقدر على كل الستيجز بتاعة الليفر فلو، سواء كانت ايرلي ماتيور او ماتيور او ادلت، كل الستيجز ممكن ادي اورالي، ممكن ادي انترا ماسكو. والاول مره اقول ان دواء الفاشيول امن للبريجننت انيمال وما بيسببش تتراتوجينيك افكت هو الترايكلابندازول او الفاشي نكس. الحاجه التانية بقى، رغم امانه في البريجننت ولكن برضو ما ينفعش ان انا استخدمه في اللاكتيتنج انيمال، او بمعنى اصح لو استخدمناه للاكتيتنج انيمال لازم نرمي اللبن في الفتره دي لحد ما يخرج تماما كل الريزيديوز. والوزروال تايم بتاعه بيبقى حوالي 28 يوم. الجرعه بتاعته 10 مللي جرام لكل كيلو جرام في البادي ويت. من اهم الادويه بالنسبه للمجموعه الفشوله هو الترايكلابندازول او الفاشي نكس، وده امن كمان على البريجننت زي ما قلنا. نيجي نتكلم على العيلة التانية من مجموعات التريماتود غير الليفر فلوك، اللي هي الانتي بارنفستومز. انتي بارنفستومز او اللي هي الادوية اللي ضد الرومن فلوك، ديدان الكرش المفلطحة. ودي طبعا اكثر شيوعا في الكتل والشيب. الدواء ده نفس المجموعات الدوائية اللي انا قلتها للبارنفستومياسز، احنا ذكرناها بالفعل قبل كده في الانتيسيستود ان هي زي النيكلوزامايد. يعني انا بعيد بس الكلام هنا بس بنأكد عليها. الريزورانتل برضو نفس الفكرة، رقم 3 البيثي نول، لذلك انا هقولهم اسماء بس لان احنا بالفعل ذكرناهم مسبقا، الثلاثة دول اللي هم النيكلوزامايد والريزورانتل والتالت اللي هو البيثي نول. الثلاثة دول قلناهم قبل كده في الانتيسيستودز، ونفس الفكره دلوقتي هم انتي بارنفستومز تبع عائله التريماتود. ثالث مجموعه في مجموعات الانتي تريماتود وهي الانتي شستوسومال دراج، وبرده قلنا فيها قبل كده البرازيكوانتل، ده قلته انا مع السيستود وهو افكتيف برده ضد الشستوسوما في المان والدوج والكات، وبيشتغل عن طريق الميكانيزم اوف اكشن بتاعه ان هو بيزود البرميابيليتي في البلازما ميمبرين للهيلمنس سيل، ما ينتج عنه ديسربشن في التيجمنت، بينتج عنه ديس وير. في برضو مجموعات تانية ممكن، يعني انا هاخد بس اول واحدة واخر واحدة كفاية قوي عشان ما انا يعني اهمهم، يعني الستيبوفين والانتيمونيتريت، دول بيستخدم في التريتمنت بتاع الفيلارياسز والشيستوسومياسز الاثنين في المين والدوك، وبيشتغل بميكانيزم ان هو يعمل نكروزس في الاوفري بتاع الادلت ويرم، فينتج عنه دوده عقيمه في الاخر، الدوده دي هتموت ويوقف السايكل بتاعتها. تاني مجموعه بقى كبيره، احنا كده نعتبر خلصنا مجموعه الانسلمنت دراج، بندخل تاني مجموعه هي مجموعه الانتي بروتوزوا، الادويه اللي هتشتغل ضد اوليات الخليه. رقم واحد البلاد بروتوزوا، واحنا عارفين طبعا البلاد بروتوزوا بتعتبر هم 4 حاجات رئيسيه، البابيزيا والسايليريا والانابلازما والتريبانوسوما. هنتكلم اول حاجه على البابيزيوسايدال دراج، الادويه القاتله للبابيزيا. ومع العلم ان البابيزيا المفروض هو كائن وحيد الخليه من الاوليات بيجي فيه كره الدم الحمراء، من اشهر المشاكل اللي بتحصل ان هو بيسبب البوفاين بابيزيوزيس، وده بنسميه مرض ان شاء الله تاخدوه في ماده المعديه ريد ووتر فيفر، وهو مرض الحمى
يعني بيبقى فيه بول دموي معاه حمى، فبنسميه مرض الريد ووتر فيفر، بيتميز بوجود الفيفر الحمى والانترافاسكولار هيموليسيس وتكسير لكرات الدم الحمراء، لذلك بيظهر اليورين باللون الاحمر. الترانسميشن بيكون من خلال التك، اذا القراض دي حشره طفيليه خارجيه، وكمان بتسبب النقل البابزيوزس. لذلك لما اجي اعمل كنترول للمرض ده او اعالج البابزيوزس في الحيوان، الفكره ما بتكونش فقط ان انا ادور على البابزيوزس درج المناسب واديه، لا، ده عباره عن برنامج كامل للعلاج، بروتوكول لازم يشمل رقم واحد ان انا اعالج الاعراض اللي عندي، وعلى راسها الفيفر ادي انتي بايوتيك دراج زي العائلات اللي احنا قلناها قبل كده، ساليسيليك اسيد او عائلات اللي هي زي الكيتوبروفين او الباراسيتامول، اي مجموعات انتي بايوتيك. الحاجه التانية ابدا ان انا ادي اعمل ايراديكيشن للتك، تخلص كامل من التك في المكان. النقطه الثالثه ان احنا نبدا نستخدم الانتي البابيزيوسايدال دراج رقم واحد، انا برضو هناخد منهم نختار منهم يعني الاهم، الكوينورونيوم سلفيت او بنسميه الاكابرين، تعتبر كومبلكس من الكوينولونز مع اليوريا، والكوينولونز طبعا يعني قل استخدامها دلوقتي، هو بيستخدم في علاج كل السبيشيز بتاعت البابيزيا اللي بتيجي في كل الحيوانات، ولازم يبقى فيه فترة انترفال يعني فترة فاصلة بين كل جرعة والتانية، مش اقل من اسبوعين فيما اكثر، علشان اتجنب السادن ديث اللي ممكن يحصل من السنسيتايزيشن اللي هتحصل في الجسم من الاستخدام الكتير للدواء. لذلك مفضل جدا لما بدي او بعالج بالاكابرين ان انا استخدم انتي هيستامينك دراج زي الافيل، عشان نقلل من الاثار الجانبيه اللي ممكن تحصل. كمان يفضل ان انا اقسم الدوز على جرعات، وكمان في درج مهم المفروض ان احنا نديه قبل ما ندي الجرعه بحوالي ربع ساعه، وهو الاتروبين سلفيت، لازم ادي الاتروبين سلفيت علشان اتجنب الادفيرز افكت اللي ممكن تحصل من الدواء، اللي هي عباره عن الادفيرز افكت دي، المسل تريمورز، السلايفيشن، الديفيكيشن، يعني عشان نتجنب الاثار دي كلها اللي هي تعتبر انتي كولين استريز اكتيفيتي، لازم ندي اتروبين سلفيت قبل ما ندي الاكابرين بحوالي ربع ساعه. تاني مجموعه بقى مهمه من ضمن المجموعات، ودي مجموعه الاميزول. الاميزول ده كدواء موجود في البشري والبيطري، مهم جدا بالنسبه للطفيليات. عندنا في المجال البيطري بنستخدم الاميزول لعلاج البابيزيا والسيليريا والانابلازما، الاسم العلمي هو الاميدو كارب، ده يعتبر افكتيف في البريفنشن نتيجه لفتره طويله، لان هو بيقدر يعمل بروتين بايندنج افينيتي تستمر لمده 28 يوم، يستخدم في علاج البابيزيا والانابلازما. ممكن اديه سبقات او انتراماسكولار، حوالي من 1-3 مللي جرام على حسب الحيوان، وللاسف السايد افكت بتاعته زي الاكابرين بالظبط. لذلك قبل ما نديه بربع ساعه لازم ادي اتروبين سلفيت علشان نتجنب التريمورز واليورينيشن وكل الاعراض اللي قلنا عليها دي. ثالث مجموعه عندي هاخدها بالنسبه لمجموعات البابزيو سايدل، وهو البيرينيل، ده الاسم التجاري، اللي هو الدايمينيزين اسيتيوريت، وده بيستخدم في علاج التريبانوسوم والبابيزيا، وكمان يعتبر بكتيريو سايدل كمان. الجرعه بتاعته 3.5 مللي جرام لكل كيلو جرام، مش مطلوب مننا فيه اكتر من كده. اتكلم بعد كده على الادويه اللي هستخدمها في علاج الثيليريا والانابلازما. رقم واحد التتراسايكلين، طبعا احنا عارفين التتراسايكلين ده انتي بيوتيك، خلناه في جزء الكيمو سيرابي، ولكن طبعا تطرقنا ان هو ليه يعني فايده علاجيه قويه جدا في اثناء علاج الانابلازموزس والسيليريوزس، ان انا استخدم في علاجهم في الكاتل بالاخص الاوكسيتتراسايكلين. تاني مجموعة من مجموعة الأدوية اللي بتشتغل على السيليريا والأنابلازما، الدايثايوسيمي كاربازون، وده بيستخدم انترا فينوس، وممكن يستمر العلاج لمدة 10 أيام، بيكون عمل كومبليت إراديكيشن للأنابلازما، نفس الدواء زي ما قلناه قبل كده مع البابيزيا الإيميزول أو الأميدو كارب. نيجي بعد كده ندخل على طول على التريبانو سايدل دراج، دي الادويه اللي بتستخدم ضد التريبانوسوما واللي بتتنقل بالتستس، لذلك الادويه دي المفروض ان هي تشتغل على التريبانوسوما
اللي بتبقى عايشة جوه الدم وجوه الخلايا. أول دواء معايا وهو الكوينا بيرامين، أو بنسميه الانتريسيد. الانتريسيد أو الكوينا بيرامين المفروض إن هو بيبقى موجود في صورة ميكتشر، صورة خليطة من الأملاح مثايل صلفيت والكلورايد، علشان يمنع التريتمنت، يعني دوره إن هو يمنع ويعالج التريبانوسومياسيس. والجرعة بتاعته بنستخدمه 25 من 1000 ملي لكل كيلو جرام سبقت. طبعا في عندي دواء برضو من عيلة الديامين، طبعا ده مثال للبرينيل، برضو بيستخدم في علاج التريبانوسوما اللي احنا قلناه قبل كده في البابيزيا. النقطة الثالثة وهي السورامين، أو بنسميه النجانول. نجانول ده جاي من اسم النجانة، اللي هو يعتبر مرض التريبانوسوما ايفانسايف الكامل، اسمه النجانة ديزيز، فعشان كده سموه النجانول. ده من اقدم برضو الادويه المستخدمه في علاج التريبانوسوما، وهو حاليا بيستخدموه في علاج انواع تانية زي الهورس والكامل والكاتل. ممكن استخدمه بجرعات علاجيه بيبقى من 8 ل 12 مللي جرام لكل كيلو جرام، او جرعات وقائيه من 1 ل 2 مللي جرام في الحيوانات المختلفه. ولازم اقرر الجرعه ما بين كل جرعه والتانيه، يبقى 10 ايام، علشان نطمن ان احنا قضينا تماما على التريبانوسوما. ندخل بعد كده على التيشو بروتوزوال دراج، نتكلم على اوليات وحيده الخليه الموجوده في الانسجه، وعلى راسها الانتي كوكسيديال دراج. وحقيقي فعلا الانتي كوكسيديال دراج تعتبر من اهم واخطر واهم الامراض اللي في المجال، المفروض الدكتور يبقى عارف ازاي يعالجها، لانها بتشكل مشكله كبيره جدا في الانتاج الدهني، وبتاثر كتير على خسائر كبيره جدا لو كانت موجوده على مزارع الدواجن والاقتصاد الدهني. بتحصل الكوكسيديا عن طريق طفيل اسمه الايميريا سبيشيز، في منها انواع كتيره جدا. لما بنقسم الايميريا، او على حسب تقسيم كمان الكوكسيديوزيس كمرض، جزء منه بيجي في الانتستين، وجزء بيجي في السيكم، وجزء بيجي في الكبد. الانتستينال طبعا، وده الصوره الاكثر شيوعا، هي الانتستينال والسيكل، وده بيجي في الشيكن والرابت وبقيه الحيوانات، واهمهم 6 سترين بالنسبه للنوع الانتستينال: الايميريا نيكاتريكس، ايميريا ماكسيما، الايميريا اكروفلينا، الاميريا بيرنيتي، ميتس، والباراكوكس. طبعا هتاخدوا كل الكلام ده بالتفصيل في ماده الدواجن ان شاء الله. السيكل كوكسيديوزيس المفروض ان هو على راسه، او مثال ليه الايميريا تينيلا. الهيباتيك زي مثال ليه، بيجي في الليفر سل للرابت زي الايميريا ستيدي. طبعا اللايف سايكل بتاع الايميريا اكيد تطرقتوا اليه بالنسبه في الباراسيتولوجي، وعرفتوا ان هو بيتم من 4 سبوروسايتس، والانفكتيف ستيج هي سبوريوليتد اوسيست. طب الطائر هتجيله العدوى ازاي؟ ان هو هياكل اكل ملوث معاه سبوريوليتد اوسيست، وفي خلال 7 ايام ممكن تكمل السايكل بتاعتها، لذلك هي وقتها صغير جدا، وتبدا تتميز الى شيزوجنستيج وجاميتوجنستيج، وتتكاثر الكوكسيديوزس. ازاي بقى نقدر نتخلص منها؟ نفس الفكره، ان انا بس مش هجيب مجرد كوكسيديال دراج، لا، ده انا لازم اعمل هايجينيك كير كامل للهاوس او الفارم اللي بتعيش فيه البولتري، واستخدم ديس انفكتنت عشان نتخلص من الكوكسيديوزس اللي موجوده في الفرشه او في المكان. الحاجه الثانيه، بندي اميونايزيشن تحصين، ولكن ده بيتم فقط لللاير، لكن البرويلر اللي هي الفراخ اللي احنا بنستخدمها لانتاج اللحم، واللي ما بتقعدش اصلا في المزرعه اكتر من 35 يوم او 40 يوم، دي ما بنستخدمش ليها التحصين، لانه لقيناه بيقدر ان هو ياثر على معدل النمو في الطائر. تالت خطوه من خطوات التريتمنت هي طبعا ان استخدم السيوتبل انتي كوكسيديال ايجنت المناسب. طبعا الانتي كوكسيديال درج مجموعه كبيره جدا، هنقسمهم. اول واحد فيهم هو السلفونا امايدز. طبعا السلفونا امايدز خدناه بالتفصيل كانتي مايكروبيال درج في جزء الكيمو سيرابي، ان هو بيعتبر فيري افكتيف في الانتستينال، ضد الانتستينال اكتر من السيكل.
طيب ايه هي الانواع من الصلفه اللي ممكن استخدمها في علاج الانتيكوكسيديا او استخدمها كانتيكوكسيديا لدرج؟ خلي بالكم بس في معلومه عايزه اقولها من دلوقتي، ان احنا ما ينفعش السلفونا مايد لوحده يبقى هو علاج الكوكسيديا، لا انا هستخدمه ان كومباينيشن مع الانواع الاخرى اللي هي سبيسيفيك للكوكسيديا، يعني هستخدمه في الاخر كعامل مساعد جنب الدواء التاني، جنب الادويه الكوكسيديا اللي احنا هنقول عليها دلوقتي زي الامبروليوم والمجموعات الاخرى. اول حاجه عندي صلفه كوينوكزالين، ده اكتر نوع بستخدمه، 1 جرام ل 2 لتر لكل 2 لتر ميه لمده 7 ايام، او استخدم صلفه ديميدين 1 جرام لكل لتر لمده يومين، او استخدم صلفه ميثوكوزين ده 0.5 جرام لكل لتر لمده 10 ايام، او نستخدم صلفه كلورو بيرازين 0.5 جرام لكل لتر لمده 4 ايام. ايه عيب بقى الصلفه؟ ليها مشاكل كتيره جدا طبعا. اول حاجه ان هي نارو سبيكترم، درجه الامان فيها قليله، وطبعا يعزو الاسباب اللي انتوا خدتوها في جزء الكيمو سيرابي، لذلك انا ما بستخدموش ابدا في علاج الكوكسيديا لوحده، لازم يبقى ان كومباينيشن باحد مجموعات الانتي كوكسيديا الدرج المتخصصه، اللي هي زي مين؟ زي الدايفردين او زي الامبروليوم. الحاجه الثانيه بنجد ان هو ممكن يزود الكلوتينج تايم، البلاد كلوتينج تايم، فيجعل ان فرصه الحيوان انه يصاب بالبليدنج اكبر. كمان الحاجة التانية اني ما ينفعش استخدم السلفونامايد في اللير، وبرضو خدتوا السبب ده قبل كده، لانه بيأثر على الكربونيك انهيدريس انزيم وما ينتج عنه من سوفت شيلد ايج. بنجد ان الكوكسيديو ستاك افكت للصلفة بيحصل له انتاجونايز، يعني لو في موجود بص عند الحيوان او موجود نكريوتك تيشو، ده بيعمل خلل وبيعوق وظيفة الصلفة كأنتي أوكسيديال دراج. الحاجة الأخيرة إن بجد برضو إن الكوكسيديو ستاك إفكتيف في الصلفة أنتاجونايز بوجود الميثونين اللي هو أصلا بيتحط، يعني لو كان موجود عندي الميثونين في العليقة بتاعة الطائر هيعوق الكوكسيديو ستاتيك إفكت للصلفة. تالت حاجة إن الصلفة ممكن تترسب في صورة أسيديك اليورين بتاع البولتري، فمن السهل جدا هي تكون كريستال يوريا. الحاجة الأخيرة إن الميلز الكوكر الديوك لو أكلوا أكل فيه صلفة كتير، ده ممكن يعمل هايبربليجيا في السيمينيفراسيبيول ويأثر على التستس. مجموعة النيتروفورانز دي مجموعة كانت بتستخدم ولكن قديما، برضو زي ما خدتوها في الكيمو سيرابي هي قديمة وما عادتش بتستخدم حاليا، بس احنا بنقولها كاسم من ضمن المجموعات يعني اللي بتستخدم كأنتي كوكسيديال دراج. لكن بقى نيجي بقى على بداية المجموعات المهمة، فيتامين انتاجونيستس، فيتامين انتاجونيستس على رأسهم رقم 1 الامبروليوم هيدروكلورايد، ده افكتيف اونلي على السي كالكوكسيديوزز. لا تاني، انا في الاول وانا بشرح الصلفة قلت ان هي افكتيف ضد الانتستينال اوكسيديوزس، دلوقتي لما جيت اتكلم على الامبروليوم قلت في المقام الاول هي بتستخدم للستيكال كوكسيديوزس، بتعالج وتمنع، وكمان هي تعتبر مسموح بيها في اللينك هن، الفراخ البياضة ملهاش وزدرول تايم، ممكن ان انا اخلطها مع الفيد او استخدمها عادي مع مجموعات الصلفة. الميكانيزم اوف اكشن بتاع الامبروليوم اشتغل ازاي؟ ان هو في التركيب الكيميائي للامبروليوم مشابه للسيامين، ولكنه ملوش الاكتيفيتي بتاعت السيامين، هو مشابه ليه بس. فالبارازايت اللي هو الكوكسيديا، البروتوزوا الصغيره الكوكسيديا، بتبدا ان هي تاخد الامبروليوم، خدت الامبروليوم على انه ايه؟ على انه سيامين، خدت الامبروليوم بالغلط على انه سيامين. النتيجه ان حصل سيامين اكتيفيتي انهبيتد، لان هي خدت ماده تانية مشابهه للسيامين مش السيامين، كان الطائر اتضحك عليه، خد الغذاء بتاعه على انه الغذاء، ولكن في الحقيقه هو ماده دوائيه اسمها الامبروليوم، ادت في النهايه الى موت البارازايت من السيامين ديفيشنسي. الامبروليوم ده انا بستخدمه في جرعات كبيره جدا وممكن لفترات طويله عادي مفيش مشكله، ولكن لو عملنا كده بينتج عنه مشكلة سيامين ديفيشنسي للطائر نفسه. تاني مجموعة من مجموعات الفيتامين انتاجونيست اللي بتستخدم كأنتي كوكسيديال، مجموعة الدايفردين والبيري ميثامين، دول بقى
معاكسين للفوليك اسيد، يبقى تاني بالراحه. مجموعه الامبروليوم كانت انتاجونيست لمين؟ للصيامين. كنت انا بعتبرها صيامين انتاجونيست، لذلك المجموعه بتاعت المجموعه دي، المجموعه دي كمجموعه دوائيه سميت فيتامين انتاجونيست ليه؟ عشان فيها مجموعه ادويه او مجموعه مواد فعاله تشبه في التركيب الكيميائي لبعض اشكال الفيتامينات، ولكنها تعاكسها فين؟ في الوظيفه. يعني الكوكسيديا او الطفيليات دي البروتوزوا عشان تتغذى محتاجه سيامين ومحتاجه فوليك اسيد. لما انا اديتها الامبروليوم ضحكت على الطفيل، بدل ما ياخد الصيامين خد الامبروليوم على انه صيامين، ولكن حصل توقف للنشاط ومات الطفيل بسبب انه ما خدش الصيامين الحقيقي. كذلك نفس الفكره بالظبط في الديافيردين والبايري ميثامين، ان الفكره ان عندي فوليك اسيد انتاجونيست، يعني ايه؟ سيميلر تو التراي ميسوبريم. تراي ميسوبريم ده اتذكر قبل كده لما كنا بنزود. انا هشرح الميكانيزم جزئيه جزئيه بالراحه علشان ما تهوش مني بس وتركزوا معايا. الميكانيزم الطبيعي، خليني ابدا بالميكانيزم الطبيعي. ايه اللي بيحصل بصوره طبيعيه؟ ان بيبقى عندي حاجه اسمها بابا، ماده جوه الجسم اسمها بارا امينو بنزويك اسيد. حلو، انا دلوقتي عايزه اخلق بروتين، بروتين مهم وموجود في الجسم. ببدا اول حاجه بالبابا بارا امينو بنزويك اسيد، بتتحول بوجود انزيم اسمه الداي هيدرو بيتوريت سنسيتيز، يتحول الى داي هيدرو فوليك اسيد. حلو، المادة الداي هيدروفوليك اسيد دي من الميكانيزم الطبيعي جوه الجسم بوجود الداي هيدروفوليت ريدكتيز تتحول الى تترا هيدروفوليك اسيد. التترا هيدروفوليك اسيد بتبدا تتحول الى بيورينز اللي هي الوحدات البنائيه للبروتين، ومنها يتخلق الدي ان ايه المهمه علشان نشاط ونمو الكوكسيديا والطفيليات دي. يبقى الطفيل اول حاجه عايز ياخد ايه؟ عايز ياخد بابا. بابا دي اللي هي ايه؟ بار امينو بنزويك اسيد. ده كان الميكانيزم الطبيعي اللي احنا بنشوفه في الاول خالص، ان الصلفه كانت بتيجي فين بقى؟ مرحله الصلفه سلفونا وايد كانت بتيجي في مرحله تحول ما بين البابا لداي هيدروفوليك اسيد. لو جت فيها السلفونا مايد بيقطع الجزء الاول من السايكل. في حاله التراي ميثوبريم بيجي في الجزء الثاني اللي هو مرحله تحول الداي هيدرو فوليك اسيد الى تترا هيدروفوليك اسيد. لو جه هيوقف المرحله الثانيه دي، وبالتالي امنع ان الطفيل ده يقدر يكمل حياته، نتيجه لان انا بوقف السايكل بتاع تخليق الدي ان ايه والبروتين بالنسبه له، فيحصل على طول ديس. يبقى الفكره تاني ان انا دلوقتي مع الدايفردين والبايري ميثامين هي تعتبر فوليك اسيد انتاجونيست، برضو مضاده لتخليق الفوليك اسيد زيها زي التراي ميثوبريم. يعني الدايفردين والبايري ميثامين كانهم نفس المرحله اللي هنا بالظبط، اللي هي يعني بيتظبط مرحله تحويل الداي هيدروفوليك اسيد الى تترا هيدروفوليك اسيد عن طريق تثبيط الداي هيدروفوليت ريدكتيز، وبالتالي ما يحصلش ان السايكل الحيويه تكمل جوه جسم الكوكسيديا فيموت الطفيل دوت او الكائن وحيد الخليه. تمام، برضو نفس الفكره الايثو بابيت الفكره فيه ان هو برضو بابا انتاجونيست، وبرضو بنستخدمه ان كومباينيشن مع الدايفردين او البايريميثا. نيجي على المجموعة رقم 4 وهي الايونوفورز، الايونوفورز او بنسميها البولي ايثر انتيبيوتكس. هي بتتسمى كده لانها عبارة عن كومبليكس من الموليكيول من جزيئات كتيرة من الاكتينومايسيز، واحنا عارفين طبعا الاكتينومايسيز ده مصنف على انه انتيبيوتك ليه برود سبيكتروم اكتيفيتي، وبالتالي يعني ان هو ممكن يستخدم على نطاق واسع جدا في البولتري اندستري، نتيجة الصور المختلفة بتاعته بتتقسم الى اجزاء
هندخل على طول في الميكانيزم اوف اكشن للايونو فورس. بنجد احنا بنسميها ايونو ايه؟ ايونو فورس. الايونو فورس دي بتشتغل على الايونات، سواء الايونات احاديه الخليه زي الصوديوم والبوتاسيوم، او ثنائيه الكاتيون زي المغنيسيوم والكالسيوم، عن طريق ان هي بتسهل دخولها جوه الخليه بتاعه الكوكسيديا. لما الايونات كتيره تدخل هتزود الملح، فهيزيد الميه، فتبدا تزيد حجم الخليه جدا، وتفقد الاوزمورجولاريتي بتاعها، وتتجمع الميه جوه الخليه لحد ما في الاخر تنفجر الخليه. يبقى فكره الايون فور كانها عامله ان بتخلي الخليه بتاعه الكوكسيديا تشد الاملاح تدخلها جواها، سواء الاملاح احاديه الكاتيون زي الصوديوم والبوتاسيوم او المغنيسيوم والكالسيوم. بناء عليه هيحصل فقد للاوزمورجولاتري في الاورجانيلز اللي جوه الكوكسيديا، هتشد ميه اكتر، يحصل اكوموليشن الميه جوه جسم الكوكسيديا، وفي الاخر الخليه هتنفجر. الايون فورز طبعا في منها اسماء كتيره، بس احنا هنركز بس على اتنين كفايه قوي، اللي هما نيو جينيريشن الماديورا مايسن والسي ماديورا مايسن. دول بيعتبروا افكتيف حتى في السمول دوز، صغيره جدا، وكمان بيبقى ليها يعني تعتبر من الحاجات المفضله بالنسبه لمجموعات الايون فورس. الكوينولونز، ودي برضو تعتبر من المجموعات الدوائيه اللي كانت بتستخدم وما زالت، يعني على راسها الميثايل بنزو كويت وديكو كوينيت. الاثنين دول يعتبروا برود سبيكتروم، بيستخدموا للسيكل والانتستينال كوكسيديوزيس والتوكسوبلازموزيس كمان. ودي اول مره اقولها اهو، ان الكوين لونز يعتبر من ضمن الحاجات اللي بتعالج التوكسوبلازموزيس. الميكانيزم اوف اكشن مهم ومميز، ان الكوين لونز كلها بتشتغل عن طريق ان بتعمل انهبيتنج للدي ان اي سينسز، وبالتالي بتعمل، وده بيحصل عن طريق ان هي بتعمل انهبيشن لانزيم اسمه انهبيتنج للدي ان اي غيريز انزيم. بيبقى في عندي نوت ابسوربد، وبالتالي نو دراج ريزيديو بتحصل، نوت ابروفد دي اللير، مش مستخدمه ولا محببه ان احنا نستخدمها مع البرويلر. في عندي برضو مجموعتين تانيين مهمين جدا، وهم مجموعه التولرا زوريل والديكلا زوريل. الاثنين دول اللي نبدا اول حاجه بالبايكوكس، ده مشهور جدا كاسم تجاري في المجال البيطري، البايكوكس بايكوكس او اللي هو التولرا زوريل، ده يستخدم في التريتمنت للسيكل والانتستينال كوكسيديوزيس. بيستخدم ببساطه جدا، بتبقى عباره عن ازازه كده سيرب او فلويد، بتستخدم في درينكينج ووتر. الاكشن بتاعها بيبقى نتيجه انترفيرنج مع النيوكلير ديفيجن اللي بيحصل في الشايزونت، وبالتالي بتمنع الديفرنشيشن بتاع الماكرو والمايكرو جاميتوجني، فبتمنع عمليه التكاثر للكوكسيديا. والوزدرو التايم بتاعها 19 يوم، يعني لازم بعد فتره العلاج ب 19 يوم قبل ما ابدا اسوق الفراخ او تستخدم للاكل. يعني الديكلازوريل بقى، او بنسميه الكلينكوكس، ده برضو من الحاجات المهمه، نفس الفكره، بيستخدم في علاج كل انواع السيكل والاستنال كوكسيديوزيس. هو بقى مزاي مستو ان انا ممكن استخدمه مع ميه الشرب او مع الراشن. الحاجة التانية يقدر يقضي على كل الستيجز بتاعت الديفرنت ايميريا. الدوس بتاعته صغيرة جدا، ممكن استخدمه واحد بارت برمليون. الميزة الكويسة جدا في الكلينا كوكس عن الباي كوكس، وهو ان الوزدرول تايم زيرو، يعني ممكن نستخدمه عادي ونرجع نستهلك الحيوانات عادي جدا، مفيش اي مشكلة. بكده اكون خلصت جزء الانتي بارازيتك، اتمنى من الجميع انه يكون استفاد، واي حد عنده اي سؤال احنا طبعا معاكم، وفي وقت محدد عاملينه للاسئله، وبالتوفيق ان شاء الله.